المنتخب الجزائري منتخب قوي جدا، يمتلك عديد اللاعبين اللي يقدروا ان هم يصنعوا الفارق. لو المنتخب الجزائري لعب ب 11 لعيب اساسيين وتم تبديل ال 11 لعيب لن تشعر بالفرق في المستوى، لانهم كلهم على لاعبين على مستوى عالي. دي كانت تصريحات روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري البرتغالي، وكان بيتكلم في الندوه الصحفيه خلال اعلان القائمه للمنتخب المصري اللي هتشارك في معسكر اكتوبر لمواجهتي الودتين امام كل من زامبيا في القاهرة والجزائر في أبو ظبي. طبعا المباراة إن شاء الله بتتلعب في خلال معسكر أكتوبر، وهي مباراة من العائل الثقيل، وكان المنتخب المصري تلقى هزيمة ثقيلة 3-1 أمام شقيقه التونسي في معسكر سبتمبر، ودي كان اللي تسأل عليها روي فيتوريا لما قال ليه أنتوا جايبين الجزائر بعد تونس، خاصة أن مباراة تونس شهدت هزيمة ثقيلة. فلو أنت حابب تعرف تفاصيل التصريحات اللي قالها مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا البرتغالي عن المنتخب الجزائري وتفاصيل المعسكر القادم، خليك معنا ما تروحش بعيد. بس لو وصلك الفيديو ياريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك، وحب أشوف رأيكم في الكومنتات. أنا محمود مصري، راجع لكم تاني بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. روي فيتوريا متحدثا عن المنتخب الجزائري، فقال ان المنتخب الجزائري منتخب قوي وعنده عديد اللاعبين اللي بيقدروا يصنعوا الفرق في اي وقت. المنتخب الجزائري يمتلك دكة قوية، لو قدرت يعني في مقال روي فيتوريا حرفيا لو غيرت ال 11 لعيب الاساسيين ب 11 لعيب احتياطي لن تشعر بفارق المستوى، وده تاكيدا اللي احنا قلناه ان جمال بالماضي بدا يلعب على فكرة ان يكون عنده دكة احتياطي قوية، وبالتالي سيكون هذا الرهان رهان قوي. هي مباراة مدربين من العرس، واعتقد ان برضو لن تشعر بهذا النوع من انواع المباريات الا لما يكون في مدربين على مستوى كبار. روي فيتوريا مدرب قوي، مدرب عنده رؤيه فنيه، قدر ان هو يعني ينتشل مصر بعد الضياع في اللي حصل في الفتره الاخيره، خاصه يعني بعد ما مشي كيروش. الفتره ديت كانت تعتبر فتره فراغ بالنسبه للمنتخب المصري، ولكن جاء روي فيتوريا وقدر ان هو يصنع الفرق مع المنتخب المصري ويؤهله الى بطوله افريقيا. والان اعلن روي فيتوريا ان هو سيكمل المشوار مع المنتخب المصري الى 2026 المونديال، ورفض العرض اللي كان جاي له من الاتحاد السعودي ب 4 مليون دولار امريكي في السنه او سوري في الشهر، وطبعا كان عرض مغري جدا. ولكن روي فيتوريا راجل يعني حب انه يلعب مع المدرب المنتخب المصري وحاسس معاه بالراحه، فحتى في المؤتمر الصحفي قال انا اعتذرت تماما عن اللعب يعني ان انا اسيب المنتخب المصري، وبالتالي فالتركيز اهم التركيز دلوقتي على اللاعبين وعلى تجهيز المنتخب المصري للمواجهات القادمه. وده كان كلامنا امبارح، بنقول يا جماعه مباراة تحضيرية ومباراة قوية جدا. حتى لما تسأل روي فيتوريا هل توعد الشعب المصري او الجماهير المصرية بالفوز على الجزائر، قال صراحة ما اقدرش اوعدكم بحاجة، دي مباراة ودية، احنا هنلعب ونعمل كل ننزل جهدنا. كل اللي انا اقدر اقوله لكم ان احنا مستعدين للمباراة ومستعدين للمباراة بشكل جيد وبشكل قوي، خاصة بعد انضمام الخبيرين او اللاعب الخبرة زي مع محمد النني او حتى تريزيجيه وامام عاشور بعد ما عودته للنادي الاهلي. ففي معظم لعيبة الاهلي اللي ما لعبتش مباراة تونس هتنضم للمعسكر، وبالتالي هيكون عندنا كل الخيارات واللعيبه متاحه، عكس مباراه تونس اللي ما كانش فيها خيارات كبيره نتيجه ان الاهلي كان بيستعد لمباراه السوبر امام اتحاد العاصمه الجزائري، وبالتالي ما كانش المنتخب يعني عشان نكون في مشكله، كان في مشكله بين الاهلي وبين الاتحاد وما بين المدير الفني، ورفض النادي الاهلي ان هو يفرط في بعض اللاعبين، كان من ضمنهم طبعا محمد الشناوي حارس المرمى ولاعبي اخرين. فالنهارده كل اللاعبين موجودين في معسكر اكتوبر، فبالتالي هيكون التشكيله هيكون افضل، وهيكون طبعا الاعتماد على اللاعبين اللي انا عايز ان انا خلاص انضمهم وابتدي احط اللمسات الاخيره للقائمه اللي هنرسلها للاتحاد الافريقي للمشاركه في كاس الامم الافريقيه. فاهم تصريحين قالهم المدير الفني المصري عن او المدير الفني البرتغالي عن تجهيزات لمنتخب الجزائر ولعب قدام المنتخب الجزائري، اعترف بقوه المنتخب الجزائري وقال احنا بنلعب مباريات قويه، لان احنا محتاجين زي ما قلنا قبل كده محتاجين مباريات قويه نقدر نقيس بيها على المستوى الحقيقي للمنتخبات، مش هنلاعب فرق صغيره وبعدين نرجع نقول طيب نتفاجئ في المباريات بقى الرسمية وفي مباريات الاحتكاكات القوية نلاقي المستوى مختلف تماما. فأعتقد بعد مباراة تونس هو قال حتى لو احنا شلنا 7 دقايق من مباراة تونس الأولانيين اللي سجلوا فيهم هدفين وبصينا على بقية المباراة في المجمل،
المنتخب المصري لعب بشكل جيد وكان قادر ان هو يحرز اهداف في عديد في عديد الاوقات وفي عديد الفرص، ولكن طبعا نتيجه الرعونه ونتيجه بعض اللعيبه اللي لسه ما عندهمش خبره المباراه الدوليه تلقى مصر الهدف الثالث وتم فعلا يعني فوز منتخب التونسي. فالراجل بيعترف بيقول ان كان عندنا مشاكل في التشكيل، كان عندنا مشاكل عدم وجود لعيبه متاحه خاصه لعيبه النادي الاهلي، فالمره دي هيكون الكلام يعني مختلف وهيكون كلام مغاير تماما. فطبعا زي ما قلنا الجزائر منتخب قوي هيستفيد من الماتش ده، نتيجه ان برضو الجزائر الناخب الوطني الجزائري ضم عديد اللاعبين الجداد وعايز يشوفهم بقى مع المجموعه يبقى شكلهم ايه، وبالتالي برضو عندنا برضو فيتوريا بيحاول ان هو يشوف هيعمل ايه مع المنتخب الجزائري القوي اللي عنده دكه احتياط قويه ولاعبين بيلعبوا في اوروبا عندهم خبرات عديده جدا. في حد كان كاتب لي امبارح وبيقول ان 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 الجزائر او منتخب الجزائر منتخب يعني مكتمل ومنتخب لاعبيه. اولا اللي متابع الكره الجزائريه، انا احد الناس اللي متابع الكره الجزائريه، المنتخب الجزائري الان في مرحله يعني احلال وتجديد. الجيل بتاع 2019 ان كان عندك مثلا، انا بجيب لكم يا جماعه من الكومنتات بتاعتكم عشان بس نتكلم كلام بصراحه ونكون واقعيين، المنتخب الجزائري الان في مرحله اعداد وتجديد، ولكن في نفس الوقت المنتخب الجزائري حابب انه يحقق بطولات. مش هنقول ان الجزائر هتروح تمثل تمثيل مشرف او ان الجزائر مش عايزه تجيب بطولات، لا، هتلاقي كل منتخب عنده طموحه. ولكن النهارده انا مثلا لو جيت على بص على نص الملعب، لا، في غياب بن ناصر وفي غياب العديد اللاعبين بيبقى فيه مشكله، يعني انت عندك في اصابات بتحصل بيبقى فيه مشكله. عندك لو جيت غيبت مثلا اسلام سليماني احد اللاعبين اللي كانوا مهمين جدا كراس حربه بيقدر يخلص لك، يعني هو الهداف التاريخي للجزائر، فهل عندك لعيب دلوقتي في الجزائر على مستوى اسلام سليماني كخط هجوم؟ اعتقد لسه ما شفناش. هل انت عندك النهارده لعيبه في خط الوسط مثلا تقدر ان هي تشيل خط الوسط؟ انا عن نفسي بقول ان زروق لعيب محترم ولعيب كويس جدا، بس معظم الناس اللي بتلعب في الوسط دلوقتي في الجزائر عندهم النزعه الدفاعيه، ما عندهمش النزعه الهجوميه، وبالتالي فانت عندك مثلا واحد زي امين جويري ده مهم جدا عشان يجي من الخلف للامام يقدر يصنع لك، يقدر ان هو يلعب. المنتخب الجزائري كان عنده مشكله في الطلوع بالهجمه، شفناها في مباريات عديده بقى الاخيره بدا ان هو فعلا يظبط الاوتار وبدات الدنيا تمشي معاه شويه في نقل الهجمه بسرعه، وشفنا الكلام ده في مباراه السنغال. فلما نيجي نتكلم يا جماعه على منتخب الجزائر، منتخب الجزائر في مرحله اعداد وتجديد، ولكن مرحله اعداد وتجديد جزئيه على مستوى مش كليا ولكن على مستوى بعض المراكز محتاجين تدعيم في هذه المراكز. وكذلك المنتخب المصري برضو عنده بعض النقاط الضعف، لان انت عندك محمد النني، عندك ان كان تريزيجيه، عندك محمد صلاح، كل اللعيبه ديت ممكن كاس الامم الافريقيه او كاس العالم القادم وخلاص هيبطلوا، وانت محتاج تدعم الفريق بعدد لاعبين من الشباب. لما نيجي نبص النهارده انت بتعتمد على الحرس القديم كله، كرامي بن سبعيني، ان كان مندي، ان كان ممكن نشوف مثلا مندريا الحارس المرمى الجديد ده، هو مثلا ده اللي خلاص يعني مش عايزين رايسون بولحي خلاص بطل كوره، فرايسون بولحي ده كان من جيل 2019 يا جماعه. فعايزين نتكلم كلام واقعي، المدربين علشان ما تحملش، لان في ناس انا عارفه لو حصل اي حاجه في مباراه مصر ناس هتطلع تقطع في جمال بالماضي. المباراه هي مباراه للتجربه ومباراه للاعداد وليست مباراه للفوز، هي مش مباراه هتصعب بيها كاس عالم ولا مباراه ان انت هتروح فيها تلعب بيها حاجه مهمه، لا، دي مباراه للاعداد. فبالتالي زي ما قلت امبارح في رسالتي للجماهير، هي مباراه للاعداد ومباراه بعتبرها دي من حق المنتخبين ان هم ياخدوا راحتهم يجربوا يشوفوا ايه المطلوب. لما قال روي فيتوريا ان انت ممكن الجزائر تلعب ب 11 لعيب وتبدا ب 11 لعيب وتغيرهم تاني، ده ممكن مصر كذلك ممكن تعمل كده، لانك انت عايز توصل للاهم واللي هو الهدف بتاعك كاس الامم الافريقيه القادمه ان شاء الله. دي كانت النهارده حلقتنا عن تصريحات روي فيتوريا المدرب البرتغالي للمنتخب المصري عن لقاء ان شاء الله عن لقاء الجزائر ولقاء زامبيا. ان شاء الله منتظرين، كان في اجتماع ما بين جمال بالماضي وما بين وليد الصادق حول المنتخب، وان شاء الله اول ما بيعلن جمال بالماضي، يعني هو دايما جمال بالماضي عنده مشكله في الاعلان عن القوائم المنتخب نتيجه ان هو برضو في بعض اللاعبين لسه ما قفلوش الملف بتاع اللاعبين اللي هتيجي تشارك في المعسكر. طبعا اتاكد انضمام امين غويري، بس ياسين عدلي لسه مش عارفين، بعض اللاعبين الاخرين اللي لسه عندهم برضو لسه في كلام هل هيجي ولا مش هيجي. طبعا اللعيبه اللي اتاكد ان هي جايه يعني ان كان امين غويري طبعا اكيد جاي وده لعيب مهم جدا واضافه قويه جدا، والعمروسي برضو لعيب جاي واضافه قويه للمنتخب الجزائري. ان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده. لو وصلك الحلقه وعجبتك يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك، ونشوف رايك في الكومنتات سلبي او ايجابي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.